بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي حسام حسن، مدرس لغه عربيه لغير الناطقين بها. انا خدت الكورس لان كنت حابب اخش في مجال الدوبلاج، ولكن لقيت حاجات اكتر اقدر ادرسها زي الفويس اوفر والاذاعه، ولكن انا كان توجهي في الاول خالص للدوبلاج. بالنسبه للاذاعه كنت باخد مع الاستاذ محمد مشالي. الحقيقة كانت أفضل حاجة موجودة في الكورس إن إحنا كان دايما بيكون عندنا مهمة لازم نخلصها وليها ميعاد لازم أخلصها فيه. ومستر محمد عثمان ومجال الدوبلاج برضو حاجة جديدة أنا ما كنتش يعني ما اعرفش عنها حاجة خالص، بس اكتشفت مع الوقت ان انا برضو لقيت نفسي يعني اشتغلت في الدوبلاج وكده وتعلمت حاجة جديدة يعني.